السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على تحركات تاع جمال بالماضي، تحركات اللي مازال ما قطعش الياس، تحركات اللي يحس شو كاين ناس يعرفوا قيمة العاب، يعرفوا قيمة العاب، يعرفوا كل شيء. وين جمال بالماضي؟ راه حاس، انا تبان لي حاس بلي هذه الاتحاديه ماشي ما عاوناتهاش، وراه حاس بلي هذه الاتحاديه ماشي باغيه اللاعبين المحترفين. حاس بها، حاس كل شغل، حاس بها بلي هذه الاتحاديه لا تريد اللاعبين المغتربين بسبب ثلاثه ولا اربعه لاعبين تاع بارادو. وين شنا كاع الناس يتشيت لزاتشي، كاع الناس حتى المعلق جي اس كا بارادو يشكر في اللعبه تاع بارادو. تحسب باللي ريال مدريد يغمضوا لك عينك كيما ريال مدريد. لا تفعلها امام لاعبين تاع بارادو، لا تفعلها، لانهم يجيدون كره القدم، انهم من اخطر اللاعبين في البطوله، انهم من مي. تروح تحوس على الكلاسمون، تسيبو من كلاسي كومشي رئيس اتحاديه يطيح، كومشي لي زاربيتو صوالح يطيح نورمال، يطيح يهودوه نورمال. لا تفعلها، لا منا من اخير ما انجبت كرة القدم. وين انت؟ هذه شكون هذا؟ شا انجبت لاعبين؟ هذا راه يروح يجيب لاعبين من يجيب لعبين. هذا كلام، هذا نورمال، هذا الهضره اللي نهضروا فيها تنوض القيامه عليها سي محمد. تخون لعابه من لي زيكيب تاعهم، تخون لعابه من لي زيكيب تاعهم، ماشي عيب؟ ومن بعد بكل غباء، بنادم غباء ويكون جبان يقول لهم خريج مدرسه بارادو اللي كاع مكاش، هذه مكاش يدي اللعابه يدسهم وفي الصيف يدير لهم لي ليسونس ويولوا لعابه تاعهم. صح، كلشي ينكشف ان شاء الله بربي، كلشي ينكشف. كيما راك شاري الصحافه اللي عاطيه حوانيت تاع القريه الاولمبيه، اللي راك عاطيه من تايهم قاعد تحوس بيهم في الروس، ديتهم قاعد تحوس بيهم الصحافه، ما يضربوا عليه غوش دروات. الصحافه يا عباد الله، هذه الصحافه يحوسوا على المصلحه تاعهم. وين تاكدوا باللي الجزائر غادي تروح تلعب كوب دافريك، راهم يضربوا على زاتشي، ما يضربوش على ولادهم، يضربوا على هدر له في ولده، هدر له في مرته، ما تهدرلوش في زاتشي. خاطش على زاتشي البيي خالص لمصر، صحافه 30 ولا 40 صحافي كلش خالص من عند الاتحاديه. هو مواعدهم، عاونوني نعاونكم، ولي خاصو درام يروح التليفون بالخف، يروح القهوه تاع الشيشه يربد الامانه تاعو. حاجه سهله، مهله، كل سهل على هذيك. هضر له هذو الصحفيين، حاشا بعض الصحفيين، وراهم عارفيني الصحافه، راهم عارفيني على من راني نهضر. هضر له في مرته، قول له مرتك، وقول له ولدك، وقول له منه، ما تهضرلوش في زاتشي باش ندخلكم لا في راسك. وين نعاودوا نولوا الجمال بالماضي؟ الجمال بالماضي اللي راه يطرق كاع الابواب باش يجيب عوار، الحاج محمد حافظ الراجي، واحد اللي ماناجير فماك في الاخرى، واحد معسكر ماناجير في ليون مع السكري فانيك، راح لي اسمه والله، لا راح لي اسمه. مهم ما طلق تاع ذروك بالماضي، وراي عنده ورقه رابحه جديده اللي غادي يدعم بالماضي في ملف عوار، وهو كريم بنزيما اللي عنده قصة مع فرنسا، واللي راه يحوس على 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 كسمو على تاعنا على عوار باش يلعب في الجزائر. كشفت بعض اخبار مقربة من جمال بالماضي ان كريم بنزيما نجم ريال مدريد واللاعب السابق للمنتخب الفرنسي المنحدر من اصول جزائرية 100% يضغط في الكواليس من اجل اقناع حسام عوار الموهبة أولمبيك ليون الفرنسي بحمل القميص الخضر ورفض إغراءات فرنسية. حنايا
لعاب، ما تجيب لعاب هنا نعرفه سبحان الله لي بريزيدون كاع لهنا باش تروح تجيب زوار غادي تتهم معاه على الاموال، تتهم معاه لرئيس، يبقى رئيس الفريق ولا رئيس اتحاديه، المهم تروح تهضر معاه. صح انا زاتشي ما زغتش اوموا اوموا اوموا، رب التليفون اهضر معاه قول له نعطيك بيبليسيتي نعطيك حاجه، هذه من هذه من حقه، من حقه. تروح عند ميسي كي يروح الارجنتين يدي دراهم يدي بريم تاعو يدي كلش، هذه من حقه، هذه لازم هذه ثقافه يدور كيما هكا. هذاك هذاك الكارير تاعو، هذا ماهوش طبيب، هذا ماهوش طبيب، هذا كارير تاعه عنده 5 سنين 6 سنين 10 سنين ويحبس كارير تاعو. هذه ما هذه ما كاش اللي يجيك لحالك من راسك، ما كاش اللي يلعب لك باطل. كارير تاعو خويا يعطيه، اعطيه بيبليسيتي يعطيه منه اعطيه منه، تا هو تا والو كاع ما زغتش، كاع النار ما زغتش تحت، كاع النار ماش على كاع ما نوضاتكش كي انت كي ذاك ذاك حكيم الدان هذاك. وين ويعيش بنزيما حاليا وين في نقمة، على وين يكره كره شديد الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، وذلك على خلفية إبعاده من المنتخب الفرنسي خلال السنوات الأخيرة وحرمانه من المشاركة في مسابقة كأس العالم الأخيرة بالرغم من تقديمه مستويات قوية مع ريال مدريد. وين نعرفوا احنا يا شنا لهنا هذاك تشكشبيل هذاك تاع معبد امون كيفاش ولاو يعايروا في بنزيما، من عارفين باللي بنزيما هو اللي راه يدور على اللعابه مواهب جزائريه وينصحهم باش يجوا الجزائر، قال له كيما قال له على ما يهدرش مي كان يلعب في فرنسا على ما يهدرش. بصح انتوما تشكروا فرنسا وانتوما تقدموا هدايا لفرنسا، بصح كريم بنزيما حنا نشهدوا عليه كان مي تكمل الناشيد هذاك تاع فرنسا حاشاكم حاش قدركم كان يدور ويتفل. هذه تكفي، هذه راه فوق راسي انايا. وسبق لبنزيما وان اشاد بعوار في تصريحات له لراديو مونتا كارلو حيث رشحه ان يصبح واحد من افضل النجوم في مركزه. ويذكر ان الهداف السابق للدياكا الفرنسي نشا وهو الاخر في المدرسة ليون الفرنسية التي غادرها في سنة 2009 نحو العملاق الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو. هي وينتا راه مدو من راه لعاب راه بالك قدم لعاب في مش من قدماء اللاعبين في ريال مدريد. وبات ملف شو وين نتكلموا نروحوا ونعاودوا نولوا وين نتكلموا على عوار، عوار اللي راه وبات ملف عوار شغل الشاغل لجمال بالماضي المدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خاصة وأن هذا الأخير يتواجد أيضا على رادار المنتخب الفرنسي الساعي للفوز بخدماته. يا نتمنى إن شاء الله بربي هذا جمال بالماضي تمنى جاب خاطر لا كنقولوا اتحاديه ما نعطوها جرام ما نقولوش اتحاديه ما على بالهاش الا جمال بالماضي راح جمال بالماضي مع مريض ما على بالهاش حنايا نقولوا باللي هذا الاتحاديه وقلتها ونعاودها هي اللي نبلع على جمال بالماضي، هي اللي نبلع على جمال بالرحمه يقارع كاع الناس تقارع باش يلعبوا في الكيب ناسيونال. شو ربي كيفاش مي جاو هاد الناس يكرهوا لاعبين محترفين، اما لم كاينين لاعبين محترفين هما يناشدوا باش يجوا يلعبوا في الجزائر. راك تشوف كيفاش، راك تشوفوا كيفاش الناس شو ربي كيفاش كان بالرحمه كانوا كاينين نجوم كانوا منا صحه بلاصه منا طاب طاب بصح جا لعب في الجزائر وين راه عاود تطرطق وعاود بيجي يلعب في الجزائر في وقت هذو الناس اللي راهم ينشروا في العنصرية تجاه لاعبين مغتربين، ماشي باغيين لاعبين مغتربين يجوا الجزائر. وتعقلوا العام اللي فات من ذا زاتشي وين دار بيان ضد اللاعب المحترف، باك راكم عاقلين عليها مش انا نكذبوا عليه ولا حاجه، انا مازال داس انا داس كلش مانيش نكذب عليك. قعدت على بالي انتم راكم دايرين لي 1000 حفره، انا عارف بلي راكم دايرين لي 1000 حفره
حنا رانا نهضروا معاكم بالادله تاعكم نتوما درتو في البيان اين عقل في الشروق وفي الخبر درتو ذاك البيان وراه عندنا حنايا ما نكذبوش عليكم وباش وين شلنا كيفاش كيما نعرفوا حسام عوار الذي هذا اللعاب وسط ميدان موهوب الذي خطف الاضواء في مسابقه دوري ابطال اوروبا وهو ما جعل نادي مانشستر سيتي يخطط للتعاقد معه بتوصيه من مدربه الاسباني بيب غوارديولا. حنايا اش نتمنوا ان شاء الله؟ نتمنوا كريم بنزيما يزيد يعاون الجمال بالماضي. هذه هي وصحيتو ربي يحفظكم.